فيكم إذا ممكن تاخذوا أماكنكم. حين الوقت لحتى نسمع لرسالة الحياة ونبني على الأمور يلي تعلمناها بالأسابيع الماضية. بين إيدي مفاتيح عديدة، وكل مفتاح بيفتح باب، لكن بيناتهم في هالمفتاح الذهبي يلي رح سميه المفتاح الباسبارتو. يعني هيدا المفتاح بيفتح كل الأبواب. فإذا بهمك اليوم أنه تفتح باب قلب زوجتك، هيدا المفتاح اليوم رح يساعدك. وإذا بهمك أنك تفتح باب قلب زوجك، هيدا المفتاح يلي بين إيدينا رح يساعدك جدا. عنوان عظة اليوم هو مفتاح قلب الآخر. مفتاح قلب الآخر. اتصلت فيي زوجتك، وعم بحكي هلا بعالم المجاز، نعم زوجتك وزوجتك وزوجتك، انت نعم انت، وقلت لي قسيس دخيلك عطيه زوجي المفتاح يلي بيفتح لي قلبي، وانت هيدا المفتاح اذا اعطيته اياه وانفتح قلبي ترجع هالعلاقه بيني وبين زوجي غير شكل. ومن الاخر مع بدايه العظه رح اليوم اقول لك شو هو هيدا المفتاح. هو هيدا الأمر المهم جدا يلي رح استعمل كلمة بالإنجليزي وبعدين اشرحها، يلي بيفتح باب قلب زوجتك. هو مفتاح رح سميه to connect. To connect بالعربي يعني إنك تقرب شيئين من بعضهما بعضا لدرجة إنه بيصير في اتصال، بيصير في تلامس، بيصير في ارتباط حقيقي. ولما بتتعلم هيدا السر، لما بتتعلم كيف تستعمل هالخطة هيدي الطريقة، لما تتعلم how to connect، كيف تتصل بهالعمق، بينفتح قلب زوجتك وبتختبر السعادة الزوجية. بدي اقول لك اليوم مثل ما دائما بقول لك، انت كتير مهم، انت كتير بتعني لنا، انت المسيح افتداك هالقد بحبك، وزواجك كتير مهم. فأرجوك تسمع لرسالة الحياة اليوم وتفكر كيف تستفيد من هيدا المفتاح يلي بيفتح باب قلب زوجتك. لما نحكي عن هالكونكشن، هالتواصل، هالارتباط، هيدا القرب منك لزوجتك، ما عم بحكي انك تكون متسلط عليها، ما عم بحكي انك تكون ديكتاتوري، لا، عم بحكي عن اتصال في حنان ودفء وإصغاء واهتمام. هيدا هو المفتاح يلي بيفتح باب قلب زوجتك. تذكروا لما درسنا مع بعض من سفر التكوين، قلنا انه الرجل يترك ويلتصق، يعني يلتحم، يعني يتحد، يعني يتصل بزوجته. كأنه الله لما خلق الانسان وضع فيه هيدا الامر، والزوجة بتشتاق لهيدا الاتصال والاتحاد معك ايها الزوج. انعمل دراسات في الماضي عن مطاعم ومقاهي، واكتشفوا انه المطعم يلي فيه طاوله مستديره هيك بهالشكل يلي فيها كرستين، اكثر الاشخاص يلي بيقعدوا على هيدي الطاوله يلي فيها كرستين وطاوله مستديره هن النساء. والسبب لانه المراه بهمها ان تقترب وتتصل وجها لوجه، تتطلع في الاخر ويصير فيها العمق من خلال الاتصال. وهيدا الشيء ملفت. انا بعرف بنتي لما بكون قاعد عم بشتغل بمكتبي وقاعد على هالكرسي ومركز، بتيجي بنتي بتقول لي دادي، بقول لها انا بكون عم بشتغل، بقول لها نعم، قولي لي شو بدك حبيبتي، ما بسمع صوت، بتضلها واقفه، بقول لها يس، قولي لي شو بدك، ما بترد علي. لما ببرم وجهي وبتطلع فيها وبيصير فيها الكونكشن، بتحكي وبتفكر الهيئه انه بيا بيسمع بعيني مش بديني. فعم قول هيك لتشوف قديش مهم هيدا التواصل يلي زوجتك بتحتاج له. امور عمليه بتساعدك اليوم، رح احكي عن اشياء عمليه، فانتبه معنا. واذا هلا انت وعم تسمع قلت لي انا بعرفهم هودي عظيم بهمني تعملهم، قديش في اشياء عمليه سبق قلناها وقلنا كل اسبوع بدنا منك تعمل هيك وتخبرنا كيف عم تعمل. البعض عم يعمل والبعض عم يبعث لنا رسائل، لكن البعض الاخر يمكن عم يعمل وما عم يبعث لنا او ما عم بيطبق. امر عملي بيساعدك. شو اول شيء بتعمله، شو اول امر بتعمله لما بتوصل على البيت ايها الرجل؟ بتدق الباب، بيفتح الباب، وبعدين شو بتعمل؟
لازم تسأل حالك هذا السؤال، لأنه إذا بدك تتواصل وتكون قريب and to connect، بدك تفكر أنه أول شغلة بتعملها لما بتفوت على البيت أنك تتواصل مع زوجتك، تقترب من زوجتك، تعبر لها بطريقة أم بأخرى. من زمان قبل الكورونا كنت عم بجي على البيت مؤخراً والتليفون بإيدي، فبدق الباب بفوت وأنا على التليفون عم خلص شغلي قبل ما بلش الحياة العائلية. فبتقلي زوجتي بيوم من الأيام، بتقلي عم لاحظ عليك أنه لما بتفوت على البيت بهالأيام عم بتفوت والتليفون بإيدك، فشو رأيك تبقى برات البيت بالسيارة تخلص أعمالك ولما بتفوت على البيت تحكي معنا؟ فشو عم بتقول زوجتي؟ عم بتقول بدي to connect، بدي أتواصل معك، بدي أحس فيك، بدي أحس بوجودك، بديك أنت تكون مركز علينا واهتمامك فينا. العبارة السحرية بالعلاقة الزوجية هي أنك تسأل عن الآخر، صحيح؟ يعني إذا أنت اليوم بترجع على بيتك ولما بتوصل بتقعد بدور التلفزيون لأنك تعبان وزوجتك بالبيت عم تطبخ، شو رأيك هلأ من بعد ما سمعت هالوعظة إذا بتعمل هيك؟ إنك لما بتروح على بيتك بكرة بعد بكرة وتجي بك تقعد على التلفزيون وتدور التلفزيون، تروح لعند زوجتك وتقلها كيف فيني ساعدك؟ هيدي الكلمة السحرية، كيف فيني ساعدك؟ ولما بتقلها كيف فيني ساعدك، هي بتشعر إنك أنت هلأ عم تتواصل معها، عم قريب منها. يمكن هي ما بتحب حدا يساعدها، فشو رأيك تقعد بالمطبخ حدا وتقلها خبريني كيف كان نهارك؟ كيف قضيت نهارك اليوم؟ كيف الأولاد؟ شو صار معك؟ فلما بتتواصل مع الآخر، هيدي العبارة السحرية to connect، هيدا المفتاح، تشعر إنه زوجتك قلبها عم ينفتح نحوك. إنك تقترب من زوجتك أمر ما بيتطلب الميل. أنا بعرف الوضع الاقتصادي صعب على كل الناس، لما أنت تقترب من زوجتك هيدا الشيء ما بيحتاج للمصاري. يعني أنت ممكن تقترب منها بطرق عديدة، مثلا إذا أنت مسكت لها إيدها، طلعت بعينيها، قلت لها بحبك، قديش بكلفك هذا الأمر؟ مثلاً عم تعمل شيء جد أنت هيك وغمرتها 20 ثانية، قديش بكلفك هذا الأمر؟ ولما تعمل هيك يمكن هي تقول لك يه ليش مش معودة أنك عم تعمل معها هيك، يمكن تقول لك يه ليش عم تعمل هيك، يه شو بدك؟ شو رأيك تبرمها هيك بهدوء، تطلع بعينيها وتقول لها ما بدي شيء بس اشتقت لك، بحبك، كم أنت جميلة. شو رأيك تقول لها هالكلمات؟ يمكن ما تقولهم بالنحوي لأنه بيطلعوا تقيل، فقولهم بلهجتك، بلغتك، بأسلوبك، لكن خليها تعرف قديشك شايفها جميلة، جميلة ومميزة ومميزة. قديش بكلف هذا الأمر؟ ما بكلفك شيء. قديش بكلفك أنك تكون عطوف وحنون وودود؟ لا شيء، لا شيء. فبدي شجعك أيها الرجل أنك تقوم بالأمور العملية يلي رح أذكر لك إياها لحتى تفتح باب قلب زوجتك. فشو رأيك تكتبهم؟ رح نوزعهم عليكم، رح تشوفهم على الشاشة، رح نعطيك ورقة إذا كنت جاي على الكنيسة أو هلأ أنت بالكنيسة رح يكون وصل لك ورقة بين إيديك. فأعمل الأمور التالية وكتبتهم بأسلوب أنك إن شاء الله يمكن تقدر تحفظهم كمان. أولاً، أن تمسك بيدها بلطف وتعانقها بعطف. شو رأيك بهي؟ صعب تعملها؟ أن تمسك بيدها بلطف وتعانقها بعطف. أنا عندي زوجي تنزل دمعتها بسرعة، يعني إذا زعلاني بسبب الوضع، عندها مخاوف معينة، بيكفي أنه أنا إجي على البيت وأغمرها فبتنزل دمعتها، وهيدا بيعطيها شفاء إنها بس تشعر أنه في حدا حاسس معه. النقطة الثانية، أن تتكلم بحنية دون نوايا جنسية. شو رأيك بهيدي؟ أنه يكون الحنين هو الغاية مش وسيلة لهدف ثاني حتى تعمل لك عزوك أو تعمل أمور معينة، لا، الحنين هو الغاية. الأمر الثالث هو أن تكون معها وتنشغل بها وبها وحدها، وخصوصاً أنه ما يكون الأولاد معكم، واثنين ما يكون التليفون معكم. هودي أهم اثنين بكزيحهم على جنب وتخصص وقت لوحدكما. بعدين رقم 4، أن تشاركها همومك وتناقش معها أفكارك. شو رأيك بهيدي؟
يعني زوجتك بتحب تسمع لك، بتحب انك انت تفتح قلبك لإلها. لما بتجي وبتقلها عندي هموم ومشاكل، متألم بدي احكي معك، تنبسط زوجتك، تفرح زوجتك، جاهزه زوجتك، بدها هيك. في كثير رجال ما بيحبوا يشاركوا مشاكلهم، بدي شجعك انك تشارك همومك مع زوجتك. رقم 5، ان تقول لها يهمني الاستماع لرأيك واستمتع بالاطلاع على وجهة نظرك. يعني بدك تشوف زوجتك من اليوم وصاعدا، ويمكن انت هيك بتشوفها، بس للبعض يلي عم يسمعني، بدك تشوفها مش بس كتلة حنان ومحبة وعطف، بدك تشوفها كامرأة مفكرة، يعني عندها رأي بالمواضيع. لما انت تحكي لها فكرة هي بتستمتع بهيدا الشيء، لما بتجي بتقلها بدي اخذ رأيك بأمر معين، هيدا الشيء بيقربكم وبيصير فيها الكونكشن يلي عم نحكي عنها. رقم 6، أن تطاردها دوما وباستمرار وتطلب منها موعدا وبإصرار. وبإصرار يعني المطاردة هنا مش بالمعنى السلبي كأنك عم بتطارد حدا عم يهرب منك، لا، هي أكثر مثل كأنه واحد شايف طاير كتير حلو فريد من نوعه وعم بيطارده، لاحقه من مكان إلى آخر لحتى يفهم مزاياه، يتأمل فيه، لحتى يشبع منه، لحتى يتفرج عليه. فأنت لازم دائما تكون عندك هالسقافة إنه أنا بدي طارد زوجتي كل الوقت، يعني بدي فاجئها، بدي أخذ منها موعد، بدي جرب خصص وقت لحتى أقدر أقعد أنا وياها، بدي طاردها باستمرار. وهذا الشيء بيعطيها شعور جيد إنه الزوج بتلفن بيقول بدي موعد، بدنا نقعد مع بعض، أمتين فينا نظهر، أمتين فينا ناكل لقمة، بس أنا وياكي. هذا بيخليها تشعر بهذا القرب. بعدين رقم 7، أن تقترح ما يفاجئها والأمور التي تفرحها. فشو رأيك مثلاً تحط شوية موسيقى بالبيت وتفاجئها باستمرار بأمور معينة، يمكن خدمة معينة بحياتك. يمكن تقلها مثلاً حياتي سمعت إنه اليوم رح يكون القمر بدر، فشو رأيك نروح نمشي على شط البحر؟ ديش بتنبسط إنه تسمع هيك كلمات. أو تقول لها مثلاً إذا كنتوا قاعدين مع مجموعة من الناس هيك تهمس بأذنها وبتقول لها بقولوا مع الحبيب الجلسة بتحلى على المغيب، فشو رأيك إذا بدك نترك هالجروب ونروح نتأمل بالغروب؟ فشو بتعمل فيها لما بتسمع هيدي الكلمات؟ هلأ يمكن اللي عم يسمعني بيقول ليه أنا ما بعمل هالأمور لزوجتي؟ ليش هيدي الأمور البسيطة ما بنعملها؟ ليه الرجال ما بيعملوها؟ رح أعطيكم بعض الأجوبة يلي بخدم الرجال لما بقلهم. أولاً البعض بيقول يا خي ما هي ما بتحترمني، خليها تحترمني، شوف أنا كيف بعطيها حنان ودفء ومحبة. فهون بدي أقول لك شيء كتير مهم، ما فيك تحمس زوجتك أن تعطيك احترام من خلال استخدام أسلوب العقاب. يعني ما فيك تحرمها من حنانك لحتى تعطيك احترام لترجع تعطيها حنان، ما بتزبط. اسمع مني، قد ما تجربها هيدي الشغلة ما بتزبط، انك تقاسي زوجتك لتعطيك احترام لترجع تعطيها حنان. لا، الافضل انك تعطيها حنان ودفء ومحبة، بتصير هي تتعلم اكثر فاكثر ان تحترمك. البعض بيقول طيب شو المطلوب مني؟ يعني بدك اياني اسيسكن امرأة؟ خي ما انا رجل ما بعرف اعملهم هاو. لا، ما حدا طالب منك تكون امرأة. علماء النفس بيقولوا لنا اليوم انه الزوج بيميل اكثر نحو الاستقلالية، اما الزوجة بتميل نحو الاقتراب والاشتراك والاهتمام بعالم الاخر. فهو بيحتاج الرجل انه يبقى رجل، لكن بده يتعلم هالامور الصغيرة. لما الله بيدعيك للزواج بيدعيك انك تتغير، فبدك تتعلم كيف تقترب من الاخر من دون ما تخسر هويتك. لماذا؟ لأنه إذا أنت جنحت نحو الاستقلالية زوجتك بتفهمها عدم اقتراب منها، يعني بتفهمها بعد، ولما بتشعر بالبعد بتفهم البعد عدم محبة، وبتقول زوجي ما بقى يحبني مثل الأول. فأنت مطلوب منك أنك تكونكت، ولما أنت بتتواصل معها بتشعر بهالفرح والحياة، وبعدين انت بتاخذ مساحتك وبتاخذ استقلاليتك.
أكيد مهم استقلالية الرجل، مهم استقلالية المرأة، لكن هنا في تركيز على القرب، أنت تقرب منها وحافظ على هويتك. البعض بيشعر أنه كل ما تقرب من زوجته وزوجته تقربت منه بيصير عنده مخاوف، بيستعمل كلمة خوف، بخاف أنه زوجتي تصير بدها تسيطر علي. والبعض بيقول لزوجته stop controlling me، ما بقى تسيطري علي، ما بقى تسيطري علي، اتركيني اعطيني مساحة. فالبعض بخاف انه يقرب لحتى الاخر ما يقرب وبعدين بيبطل عنده مساحة من الحرية. فخبرتي انا بتقول انه كل ما ضخيت حنان وحب في الاخر تحررت انت اكثر فاكثر، وكل ما شعرت انه زوجتك عم بتجرب تسيطر عليك وعم تنتقد او عم تتصرف بطريقة معينة، علام انه هي بحاجة لا او عم تصرخ لهيدا التواصل، لهالكونكشن يلي هي محتاجة، يلي هي بدها اياه بحياتها. فبدي شجعك اليوم انك تطبق هالنقاط السبعة، رح نحطهم بين ايديك، ارجوك خدهم قريهم، لزقهم على المراية على البراد وين ما بدك بالسيارة، وجرب قريهم احفظهم وعيشهم حتى يصيروا حياتك وسقيفتك. هلا انا مش عم بطلب منك تكون شاعر، ما عم بطلب منك تكون نزار قباني ولا محمود درويش، عم بطلب منك تكون خلاق مبدع ذكي، انت انسان ذكي، شعور كيف بتشعر عبر، كن صادق بتعبيرك وخلي المشاعر اللي عم بتعبر عنها هي الهدف. يعني انت ما عندك غيات تاني، انت بتحب زوجتك فعلا، فتعلم كيف عبر من خلال هالنقاط السبعة يلي بيعبروا عن هالقرب والتقارب والاتصال بالآخر، وهيدا الشيء بيفتح قلب زوجتك. وهلا بيجي لعند السيدات مفتاح الزوج الذهبي. زوجك اتصل فيي، كمان انا هلا بعالم المجاز، زوجك اتصل فيي، زوجك انت كمان، وانت كمان، وانت كمان، وانت كمان، وكلكم عم تسمعوني حكيوا معي وقالوا لي ارجوك يا قسيس اعطيه زوجتي هيدا المفتاح الذهبي، لانه اذا هيدا المفتاح بتستعمله بينفتح قلبي نحوه، فارجوك استعمله. هيدا المفتاح هو كلمة سبق واستخدمناها بالماضي، هي كلمة الاحترام، لكن تحديداً اليوم بدنا الرجل يريد أنه يشعر بأنك أنت تقدريه على محبته لعمله أو خدمته ولتحقيق ذاته وأحلامه. عم تسمعي يا أختي يا عزيزتي؟ زوجك رجل بحب أنه ينجز، زوجك رجل بحب انه يحقق امور، بحب انه يعمل، بحب انه يشتغل، بحب انه يرغب ان يغزو العالم. شو رايك بهالعباره؟ التحديات بالنسبه له حافز للتقدم، فلازم تعرفي قديش العمل والانجاز امر مهم بالنسبه لزوجك. اذا زوجك غير منجز، السبب بيكون انه الظروف الاقتصاديه او في كثير اسباب، لكن ما تفكري انه هو راضي، تفكر انه هو مبسوط، انه هو مش قادر يطلع مصاري ابدا، هو بده يامن ويسد كل احتياجاتك لكن الظروف صعبه، فانتقادك له واحتقارك له ما بيساعد، بالعكس بحطمه زياده. فبدي منك تستعملي هيدا المفتاح لو سمحتي، وتبلشي تقدري زوجك على ما يقوم به، الاعمال اللي بيعملها صغيره او كبيره، انجازاته، حمايته للعائله، شو ما بيعمل قدري على هيدي، على هيدي الامور. كريستا زوجتي من يومين ثلاثة قلت لي هالعبارة، قلت لي كنا قاعدين مع بعض، قربت على صدري قلت لي كثير بشعر بأمان وبدي أشكرك، لأنه بحس أنه أنت دايما بدك تحمي عائلتنا وبدك تسد حاجة كل واحد منا، وأكثر من هيك بحسك أنه بتدافع عن كل الكنيسة وكأنه هيك بدك تحمي الكنيسة كل الوقت. فأنا لما سمعت هيك كيف حسيت برأيكم؟ كيف حسيت؟ يكون هيك هيك، نعم في حدا عم يفهم علي، وصدقني هي أفضل من مليون وردة حمراء بالنسبة لي ومليون كلمة بحبك. لما عبرت بهالطريقة يلي فيها احترام لعملي وتضحياتي، فهيدا عطاني اكتفاء وشبع. مش عم أقول إنه الزوج ما بده يسمع كلمة المحبة، لكن التقدير والاحترام بيعنوا له كثير الكثير. إذن العمل والإنجازات وتحقيق الذات والتضحية أمور مهمة للرجل. السؤال هو ليش أيام الزوجة ما بتفهم إنه هيدا الأمر بهمه كتير للرجال؟ ليش أيام الزوجة ما بتفهم إنه عمله أمر مهم؟ والجواب هو بحسب الأخصائيين
انه مثل ما انه الرجال بيلبس عوينات زرق، الزوجة كمان المرة كمان بتلبس هالنظارات الزهر يلي من خلالهم بتعطي محبة وبتاخذ محبة، بتعطي محبة وبتاخذ محبة، وبيصعب عليها لانه لابسه هالعوينات انه تفهم عمق حاجة الرجل، ليس الى الحنان اولا بل الى تقديره على العمل اللي عم يعمله او الانجازات يلي عم بيقدمها. فانت ايتها الزوجة ايام تحتاج تلبسي عوينات الرجل لحتى تفهمي قديش هذا الامر بهمه. وهلا بدي اعطيكي مثل. اذا زوجك اجى على البيت وقال عندي خبر بشع، خسرت وظيفتي. فعادة النساء بيقولوا حبيبي حبيبي ولا يهمك، مش مهم خسرت وظيفتك، مهم انه نحن لبعضنا البعض. فبتفكر الزوجة اذا قالت هيدي التعابير ارتاح الزوج، ولا يهمك وبلا الشغل وعمره ما يكون الشغل، مهم انه انا وياك بنحب بعضنا البعض. الزوج بيروح بيقعد زعلان، بيبقى له يومين ما عم يحكي. الزوجة بتتصل براعي الكنيسة بتقول مدري شو بو زوجي حبيته انا، ما انتقدته حبيته وقلت له هالكلمات. فالراعي بيخبر الست هالقصة بيقول لها، بعطي مثل وان شاء الله ما يصير اكيد، حبلتي وبعد شي شهرين ثلاثة رحت لعند الحكيم واكتشفتي انه الجنين لسبب من الاسباب مات. فبترجع انت على البيت، بتوصل على البيت بتقولي لزوجك خبر بشع وانت عم تبكي بدموع، البيبي مات. قديش صعبة بالنسبة لك؟ شو رأيك إذا زوجك بيقول لك حياتي لك ولا يهمك عمره ما يرجع، مهم إنه أنا وياك منحب بعضنا البعض، كيف بتحسي؟ أكيد الولد غير الشغل والولد له قيمة أكثر من الشغل، بس عم بعطيك هذا المثل لتفهمي قديش العمل والإنجازات مهمة للرجل. فمن هيك بدنا نتعلم كيف نلبس نظارات الرجل لحتى نفهم عليه ونقدر عمله. بتكوين 2:15 لما الله أخذ آدم ووضعه بالجنة ليعملها ويحفظها، لاحظوا أنه الله عمل هيدا الشيء قبل ما يخلق حواء. يعني آدم كان عم يشتغل، كان عنده جنة عم يهتم فيها، وبعدين الله خلق له حواء معينا نظيره، وهيدا الشيء كتير مهم. طيب لما الله خلق حواء وحواء انوجدت اجت لعند آدم، شو رأيكم عمل آدم؟ برأيي أكيد مع أنه مش مكتوب بالنص انه اخذ حواء على هالجنه صح، وبلش يفرجيها، شوفي هالشجرات، هودي اللي انزرعوا انا حطيت لهم زبل، شحلت الشجرات، شوفي هالثمر قديش عم يكبر وما اجملهم، تعي 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 شوفي هالشجره شو حلوه. وهي اكيد كانت عم تقول له واو واو شو بطل انت، واو رهيب يا زلمه، كيف عملتهم هو كلهم، شو شاطر شو قوي شو نشيط، ما في ألذ منك ما في احلى منك، لك انت فريد بهالجنه ما كان في غيره يمكن. فكان في هالشعور عندها بالتقدير، وعم نعطي شيء مجازي لحتى نركز على هيدي الحقيقة، إنه الله لما خلق الإنسان خلقه، خلق آدم خلقه يتجه مبرمج نحو الحقل، وهي لما خلقها بلا شك كانت تقدر زوجها على الأعمال العظيمة يلي كان عم بيعملها حتى يأمن ويهتم ويرعى الجنة يلي الله حطها بين إيديه. بعض الملاحظات لحتى لا يساء فهمي، بعض الرجال عندهم مشكلة إنه منسميهم workaholic، يعني بيشتغلوا بإدمان، وأنا ما عم بحكي عن نوع هيدا النوع من الرجال، أنا ما عم بحكي إذا زوجك من هيدا النوع يعني أنت لازم تتركيه ويستمر بهيدا الشيء، لا، أنا عم أقول إذا زوجك مدمن على العمل ما بيفيد إنك تحتقريه، ما بيفيد إنك تنتقديه بهيدي الطريقة، في طريقة أفضل إنك تساعديه وتعالجيه. أكيد لازم يعرف هذا الزوج أنه هويته مش بعمله، لازم يعرف أنه عائلته بالأول، لازم يعرف يعطي وقت لشغله ووقت لعائلته، هو كلهم أمور مهمة وفينا نحكي عنه، لكن هلأ بدي إياك تقدري زوجك على العمل حق صغير أو كبير يلي عم بيقوم فيه، أرجوك هذا الشيء بيساعدك بزواجك. الأمر الثاني، هل الوظيفة فقط للرجال؟ مش عم قول هيك طبعا، كلا، أكيد النساء يعملنا ينتجنا يحققنا الكثير، الإحصائيات اليوم بتقول إنه النساء كتير بيشتغلوا، لكن كمان الإحصائيات بتلنا إنه المرأة يلي بتشتغل بدوام كامل إذا متزوجة وعندها أولاد، لما تسأل، لما ينحط قدامها هالاختيار بين العمل والعيلة، أغلبية بفضل إنه لا، بفضل أقعد مع عائلتي مع أولادي
تكون هالأم يلي بتهتم بولادها لكن الظروف يمكن ما بتسمح لها وبتضطر انها تشتغل. انا عم اقول الأكثرية، اكيد في نساء الله بيدعيهم لاعمال معينه، يمكن تصير رئيس جمهوريه، ما في مشكله ابدا. طيب هل هذا بيعني انه من الخطا انه المراه تشتغل والزوج يقعد بالبيت يهتم بالولاد؟ كمان لا، هذا شيء اتفاق بيناتكم. يمكن المراه بتطلع مصاري اكثر بالوظيفه اللي عندها ويشوفوا انه افضل للرجل انه هو للاب انه يهتم بالولاد. لكن كمان الاحصائيات بتاكد لنا انه الرجل مبرمج انه يتجه نحو العمل والزوجه مبرمجه انها تتجه نحو الامومه والاولاد. اذا المراه انعطاها اهم منصب بيبقى او بتبقى الامومه اهم منصب بالنسبه لها. فالله وضع فينا هيدي الامور. عمليا بدي شجعك ايتها الزوجه الامينه انك تقومي بالامور التاليه. اولا او قبل اولا خليني اقول لك التقدير 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 التقدير، هودي كلهم كلمه وحده بتلخص كل شيء بدي اقوله. فهلا بدي ساعدك كيف تقدري زوجك، وهيدي شغله كثير مهمه. قبل ما ابدا فكري مثلا اذا انت عندك ابن وحيد وهيدا الابن الوحيد بده يتزوج فتاه، كيف بتحبي هيدي الفتاه تهتم بابنك الوحيد؟ اكتبيهم على ورقه وشو رايك انت تعمليهم مع زوجك. اولا ان تجدي الفرص لتقديره على عمله وانتاجه. اول نقطه ان تجدي الفرص لتقديره على عمله وانتاجه، يعني بدك تلاقي فرص كل يوم، يمكن كل اسبوع، كل شهر، بالمناسبات، انك تقدري زوجك مش بس كشخص بس تقدريه على العمل والانجازات يلي عم بيحققها. واضح؟ عظيم. لما زوجك بيجي على البيت محمس تيخبرك عن انجاز معين، ترقى بالشغل، لقى وظيفه جديده، يطلع مصاري زياده، ايام النساء الزوجه بتقول عظيم الاولاد بدهم حمام، شو رايك تحممهم؟ بدل ما نوقف ونحتفل بهيدا الانجاز العظيم، ايام الزوجه ما بتعطي اي اعتبار لهيدي الامور، فبيشعر هذا الزوج بعدم احترام. فشو رأيك تلاقي الفرص لحتى تقدري على هذه الأمور؟ رقم اثنين، أن تعبري عن ثقتك الكاملة به. يعني لما بيعطي مشورة اسمعي وسقفي شجعي، لما بيعطي نصيحة نفس الشيء، لما بيقوم بأمر شو ما كان، أمر صغير أمر كبير، عبري عن ثقتك فيه. أنا بوثق فيك، أنا بوثق أنك أنت فيك تعملها. خلي يشعر بهذا التشجيع. رقم ثلاثة، أن تصغي بانتباه. لماذا؟ تصغي للقصص والأخبار يلي بخبرها عن شغله. إذا بدك زوجك يفتح قلبه بدك أنت تسمعي، مثل ما منشجع الزوج يسمع وحكينا عن الأمور، أنه تسمعي للقصص والأخبار يلي لها علاقة بوظيفته. بعدين رقم أربعة، أن تجعليه يشعر بأنك إلى جانبه. لحتى يقدر يحقق طموحاته وأحلامه، العالم كله أحياناً بيكون ضده، فبيحتاج لإلك إنك توقفي حده وتشجعيه ضد التحديات كلها. في نساء بيحكي كلمة الرجل عطول مننتقده، أو بيشعر بحرب برا ولما يوصل على البيت بيشعر بحرب من نوع تاني. فشو رأيك كوني أنت صانعة السلام، أنت المبادرة، أنت الإمرأة يلي دايماً عبتشجع وتدعم زوجك على الصح؟ أكيد لما يخطئ بدنا نحكي، بدنا نوجهه في له طريقة معينة. أكيد هو منه إله، هو إنسان عادي يخطئ مثله مثل كل الناس، وإن شاء الله أسبوع الجاي بحكي أكثر عن هالمواضيع. لكن بيكفي أقول اليوم قديش مهم الإصغاء وقديش مهم يشعر أنه أنت إلى جانبه. رقم خمسة، أن تسمحي له بأن يحلم بالمستقبل كما يشاء. أنا كل يوم عندي حلم جديد بخبره لزوجتي. قديش مهم أني أشعر أنا كرجل أنه في حدا عم يسمح لي أني أحلم بالمستقبل كما أشاء كما أشاء. لكن منوصل للختام العظة. أنت يلي عم تسمعني هلأ وبعدك مزوج جديد أو مفكر تتزوج، انتبه من البداية، خود هيدي الأمور وعيشها بكل جدية، لأنه لما بتعمل هيك تنقذ زواجك. ورجع بقول لك زواجك كتير مهم بعينين ربنا، فلازم أنت تكون جدي أيضا بهيدي الأمور وأنت كمان. فبدي شجعكم ترجعوا تسمعوا لهالنقاط هيدي وتحكوا فيهم هلأ ضمن مجموعاتكم، وفي عنا وقت
انكم تحكوا تتأملوا بهيدي الأمور. وهلأ أنا بدي أخذ هيدا المفتاح الذهبي وبدي أروح أفتح قلب زوجتي. ربي يبارككم. هلا بدي شجعكم نوقف كلنا مع بعضنا البعض، اذا كنت ببيتك اذا كنت معنا بالكنيسه موجود، نوقف ونرنم من كل قلوبنا، نقول له تسبيح للرب يعلى ويعلى مع الفرحه، من كل قلوبنا نعظم اسمه للرب. تسبح للرب يعلى وتعلى مع الفرحه، قلبي حيغني للقديم، شوف تنفذلو في حتى الصعبة، غني يا نفسي للقدير، بعلن إيماني شايف إيماني للسلطان، للسلطان ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان. رح اشهد له نسبة صلاتي، غني يا نفسي للمسيح، عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح، للمسيح، واليوم مجيئه حستنى شوفه في الأمجاد، في الأمجاد. أنا فرحان بهتف مجدني، 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 أنا فرحان بهتف مجدني، مجدني. ملك واحد على كل حياتي، قلبي حيغني للمسيح، وبصوت الحمد رح اشهد له بثبت صلاتي، قلبي حيغني للمسيح، عمري وحياتي كل اهدافي للمسيح، للمسيح، واليوم مجيئه حستنى اشوفه في الامجاد، في الأمجاد. ترنيمه
هللويا مجد لك. هللويا للرب الإله، هللويا فدانا بدماء، هللويا محى سقنا صار برنا. هللويا للرب الإله، هللويا فدانا بدماء، هللويا محى سقنا صار. فمن يحدث بحبك اليوم كله، بمجدك لساني ينهج، بحمدك أفرح دوما بك. هللويا للرب الإله، هللويا فدانا بدماء، هللويا ما حصدنا صار برنا. أفرح دوما بك. هللويا هللويا للرب الإله، هللويا فدانا بدماء، هللويا ما حصدنا صار برنا. هللويا للرب الإله، هللويا فدانا بدماء، شكرا لك يا إله البار، شكرا لك على البنوية بعد ما كنت عايش في مرار. شكرا ليسوع، حمدا ليسوع، شكرا ليسوع، حمدا ليسوع، مجدا شكرا لك على الدم الغالي اللي فداني على الصليب، طهر قلبي وغير حالي. شكرا لك يا يسوع يا حبيب، شكرا ليسوع، حمدا حمدا ليسوع، شكرا كل أحوالي الحلوة والمرة كمان، ليه اهتم وأشغل بالي والرب في إيدي.
السلطان. شكرا شكرا ليسوع، حمدا حمدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع، حمدا حمدا ليسوع. مجدا مجدا لله رب المجد وليس سوى. ما أبهاك ما أبهاك، وأروعك ما أشهاك. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. أكون وحدك كل الكرام. نأتي لك يا ربنا، نأتي لك يا ربنا، نهدي لك إكرامنا، ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء. نأتي لك يا ربنا، نهدي لك إكرامنا، ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء. ما أبهاك ما أبهاك، ما أروعك ما أشهاك. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. رب مشير، أنت العلي لا سواك. نعظمك نعظمك، نباركك نباركك، أنت القدير وحدك. هللويا، أنت العلي لا سواك. ما أبهاك ما أبهاك، ما أروع السلطان. نأتي لك يا ربنا، نهدي لك إكرامنا، ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء. نأتي لك يا ربنا، نهدي لك إكرامنا، ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء. ما أبهاك ما أبهاك، ما أروعك ما أشهاك. ما أشهاك مستحق وحدك كل الكرامة. نشكر كل اللي كانوا عم يعطوا بكل أمانة. عطاياكم هي الوسيلة لنقدر نخدم المحتاجين بيناتنا، ننشر رسالة الإنجيل بشتى الوسائل الممكنة. العطاء المادي هو أحد الطرق يلي منعبر من خلالها عن تتويج يسوع رب على مواردنا وعلى كل شيء منملكه. إذا بعد ما سنحت الفرصة إنك تعطي، صار فيك ابتداء من اليوم تعطي بثلاث طرق مختلفة. عبر تسليم العطايا، اتصل فينا على الرقم 70-165-664 لنجي نستلم العطايا من عندك من البيت. عبر صندوق العطايا من التنين للجمعة من الساعة 10 صباحاً للساعة 2 بعد الظهر بمبنى كنيسة القيامة بعبدة. عبر الإنترنت سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار على www.rcbeirut.org/give. شكراً لكونك جزء من عائلة كنيسة القيامة.